السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة الجديدة قناة صوت الملعب، هسيب لحضراتكم اللينك تحت الفيديو. انتشر هاشتاج وصل ترند على موقع التدوينات القصيرة تويتر، هاشتاج باسم الكابتن محمود الخطيب، هاشتاج الخطيب ترند بعد أقل من ساعة من إعلان تركي آل الشيخ ونشر صور زيارته إلى منزل الكابتن محمود الخطيب تعبيرا عن حبه وتقديره واحترامه للكابتن محمود الخطيب وإذابة كل شوائب الخلاف السابق. والصورة زي ما قلت لحضراتكم نشرها تركي آل الشيخ بتقول 100 معنى، طبعا لأن الكابتن محمود الخطيب إنسان محترم، إنسان مهذب، اتعود يرد الاحترام باحترام. وده على فكرة مش جديد على الكابتن محمود الخطيب ولا هي وليدة الصدفة. كان في فيديو يعني اتذاع على قناة ماسبيرو زمان، كان في لسه المذيعة اسمها سوزان حسن تقريبا أو حاجة زي كده، لسه صغنططة كده، والكابتن محمود الخطيب كان عنده تقريبا 20 سنه حاجه، و20 سنه 22 سنه حاجه بكتير يعني. فيديو ليه مع والده، وبتتكلم والده كان رافض انه يدخل مجال الرياضه ده او عالم كره القدم، مش حابب يعني الكابتن محمود الخطيب يخش في عالم كره القدم. ليه؟ ان والده كان شايف ان المجال ده خايف على ابنه منه من الشهره والوسط والكلام ده كله، ممكن يغير اسلوب الكابتن محمود الخطيب طريقته الكابتن محمود الخطيب. فبيتكلم، بتسال والده سوزان حسن، بتسال والد الكابتن محمود الخطيب رحمه الله عليه احسن تربيته ربنا يرحمه ويجعله في ميزان حسناته، فبيقول لها يعني الرياضه وفي ناس بنسمع عنها ولما الشهره ولما مش عارف ايه. فالكابتن محمود الخطيب قال لك كان خايف ان انا اتغر او انحرف او ما بقاش هادي. قال والده رد عليه قال لك لا انا مش خايف عليك، انت وانت صغير كنت اسلوبك هادي وعاقل ومتزن وبرضه لحد دلوقتي وهتفضل طول حياتك كده، انا مش قلقان من القصه دي خالص يعني. فالكابتن محمود الخطيب يعني محترم، ابوه عرف يربيه، فبيقابل طبعا الاحترام باحترام، والاساءه عمره ما بيقابلها باساءه، بياخد الحاجات الاجراءات القانونيه اللي بيكفلها القانون والدستور علشان يحصل على كل حقوقه كامله يعني. فالكابتن محمود الخطيب من خلال موقع النادي الاهلي زي ما توقعت في الفيديو السابق انه هينزل تصريحات عن الكابتن محمود الخطيب بخصوص زياره تركي آل الشيخ. الكابتن محمود الخطيب او البيان او اللي نقدر نسميه تصريح ومش بيان يعني، قال لك بكل ترحاب استقبل الكابتن محمود الخطيب بمنزله اليوم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئه العامه للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه، والذي حضر للقاهرة في زيارة خاصة للإطمئنان على الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب بعد عمليات الحقن التي أجراها قبل أسبوعين. وقد ساد اللقاء روح المحبة والحرص الشديد على التآخي في حضور الأسرة والأحفاد والتأكيد الدائم على الاحترام المتبادل والاستمرار في علاقة تعكس كل المعاني الطيبة والروح الواجبة بين الأشقاء. وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لزيارة المستشار تركي آل الشيخ واهتمامه بالإطمئنان على صحته، سواء من خلال الوفد الرسمي الذي حضر ممثلا له قبل أيام أو من خلال حضوره بنفسه، مشيرا إلى أن كل هذا محل تقدير لأنه يرغب وبكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمية أو الحميمة، مشاعره الحميمة تجاه الأهلي وقياداته وجمهوره. يعني بيرغب مرتضى تركي آل الشيخ عن لسان الكابتن محمود الخطيب، تركي آل الشيخ بيرغب بكل صدق في التعبير عن مشاعره الحميمه تجاه الاهلي وقياداته وجمهوره، وهو ما جرى في الحوار الاخوي بينهما اليوم، وانتهى بالترتيب للقاء عقب عوده الكابتن محمود الخطيب من رحلته العلاجيه خارج البلاد. بيتمنى له الكابتن محمود الخطيب الشفاء العاجل، ونتمنى له انها تكون رحله موفقه ويرجع معافى ان شاء الله، وربنا يشفيه ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. لكن زي ما قلت حضراتكم الصوره اللي نشرها
تركي آل الشيخ، وكتب عليها في زيارة لأخي الكبير الكابتن محمود الخطيب، وبيطمن جماهير النادي الأهلي على صحته ليها ألف معنى. وهحط لحضراتكم صورة تجمع ما بين مرتضى منصور وتركي آل الشيخ أثناء زيارة تركي آل الشيخ لنادي الزمالك، والصورة اللي حطها النهاردة تركي آل الشيخ مع الكابتن محمود الخطيب أثناء زيارة تركي آل الشيخ إلى منزل الكابتن محمود الخطيب. صورة فيها يعني فروقات واضحة كتير جدا في كل حاجة. حضراتكم من خلال الصورة ممكن تقروا، يعني مش ما فيش سطور عشان نقول نقرا ما بين السطور، لكن تقروا المعاني الكبيرة جدا والواضحة والصريحة والفرق بين الصورتين. ده بخصوص تقدير ورد كلام الكابتن محمود الخطيب على زيارة تركي آل الشيخ. الغريب في الأمر قبل ما ناخد أي حاجة من هاشتاج الخطيب، الغريب في الأمر إن فيه موقع، يعني أنا مش مستوعبه، يعني موقع كبير عليه عدد كبير من الجماهير، وأوقات كتير بيحرض جماهير نادي الزمالك على النادي الأهلي. الموقع ده تيجي تبص في الأحداث اللي حصلت النهارده، كلام تركي آل الشيخ عن بتوع البليلة أو النكال بليلة من عند الشحات، كلنا فاهمين هو يقصد إيه واتكلمت عنه في فيديو سابق. وضع طبيعي لو أنت الموقع ده بتتكلم باسم جماهير نادي الزمالك كنت علقت على الموضوع ده بأي تعليق إيجابي سلبي بتاع، لكن الموقع ده تغاضى وتغافل عن عمد التعليق عن أي شيء يخص تركي آل الشيخ والكلام اللي قاله تركي آل الشيخ النهارده في البوست اللي كان نشره بتاع الحلم ده. أنا مش يعني واتكلم بيهاجم النادي الأهلي مش بخصوص تركي آل الشيخ خالص، يعني أدور في البوستات اللي هو كاتبها النهارده ما أنا عايز أشوفه بقى. يعني أنت ماسك النادي الأهلي لما كان القصة ما بين النادي الأهلي وتركي آل الشيخ أو مجلس إدارة النادي الأهلي وتركي آل الشيخ نازل سلخ، نازل تقطيع، ونازل تهكم، ونازل هجوم، ونازل شتيمة في مجلس إدارة النادي الأهلي على النقيض. أقصد حاجة، مش أقصد إنه مش عاوز لا، جماهير نادي الزمالك هي اللي لازم تفهم. الموقع ده اسمه المختلط 1911، عليه عدد كبير من الجماهير تقريبا 300 أو 400 ألف متابع للحساب ده، ولا كلمة اتكلمها عن موضوع تركي آل الشيخ النهاردة. جماهير الزمالك عاملة هاشتاج لوحدها في دنيا، هو في دنيا تاني. أنا ما بحبش أتكلم وأقول إن فيه بعض المواقع أو بعض الحسابات بتبقى موجهة أو ناس بتوجهها دي لفظ شيك، يعني مش عاوز أقول الألفاظ التانية يعني. لكن الموقع ده مليون في المية من وجهة نظري إنه له توجهات غير الرياضة خالص، ملهاش علاقة بالرياضة خالص يعني. ده بخصوص الموضوع الكابتن محمود الخطيب. وما تنسوش يعني الفيديو اللي جاي ان شاء الله ممكن نتكلم فيه لو التطورات ما الموضوع ما زادش، يعني موضوع تركي آل الشيخ والزمالك او الاهلي، هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو تحدي اتحاد الكره المصري للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ده هيبقى كلام مهم في بخصوص الحاجات اللي طلعت النهارده من الاتحاد المصري اللي ما حدش كتير ما اعتقد انه اتكلم عنها بسبب الاحداث المتسارعه النهارده في موضوع تركي آل الشيخ وجماهير نادي الزمالك وتركي آل الشيخ وزيارته للكابتن محمود الخطيب النهارده. الكابتن محمود الخطيب او هاشتاج الخطيب زي ما بقول لحضراتكم، كل الهاشتاج بيتكلم عن اخلاق الكابتن محمود الخطيب، وانه لما كان بيصمت عن الاهانات وعن التجاوز كان ده على علم منه ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب له حقه، وكمان لانه بيترفع زي ما قال قبل كده في احتفاليه النادي الاهلي باثناء تسليم عمرو الجنايني درع الدوري النادي الاهلي في احتفاليه خاصه، لما اتكلم الكابتن محمود الخطيب وقال لك لن نتدنى. ده اسلوب الكابتن محمود الخطيب دائما وابدا، لانه محترم فبيجبر الجميع على الاحترام او احترامه. يعني النهارده انت لما تبقى بذيء فزي ما تقول لك القطه تخربشك، يعني لما تخربش القطه القطه تخربشك، او تضايق القطه القطه. كابتن محمود الخطيب لا، الكابتن محمود الخطيب بيعرف، راجل بيعرف يتحكم في غضبه، راجل بيعرف يتمالك ذموم امره او زمام امره زي ما بيقولوا. يعني ما فيش حاجه اسمها اغضب اتكلم، لا، كل الناس بتتكلم
وبتقول ان الكابتن محمود الخطيب النهارده اخد حقه، والكابتن محمود الخطيب النهارده بيدي دروس للجميع ازاي تاخد حقك بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام ومنتهى الشياكه، ازاي تكون قدوه علشان الشباب والاجيال الجديده تتعلم. هو ده القدوه الحقيقيه، هو ده الاحترام بمعنى الكلمه، مش هو ده الاسد، هو ده الاسد مش الاسد اللي يطلع يتفوه ويتلفظ بالفاظ دونيه والفاظ بذيئه. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات كل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.